لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في إنديبندنت عربية، الآلاف يتظاهرون في العراق وساحة الحبوب تشهد تجددا للمواجهات مع أنصار الصدر. في صحيفة الزمان، حشود احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد لدعم تظاهرات ديقار. في العربية الجديد، حزب البرزاني يشكك في انسحاب العمال الكردستاني من سنجار. في صحيفة القدس العربي، تفاهمات إيجابية لإنهاء الأزمة الخليجية بوساطة كويتية أمريكية. في الشرق الأوسط، وكالة الطاقة الذرية إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم. في موقع الحرة، ترامب يأمر بسحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال. وفي الخليج الإماراتية، الأمم المتحدة ترحب باللقاحات وبريطانيا تحصن فايزر بالقانون. أهلا بكم. قال صحيفة الميثاق الوطني إن عجلة تدمير العراق تستمر بالدوران يوما بعد آخر، وربانها هذه المرة مقتدى الصدر وراعيتها حكومة الكاظمي التي تستباح في ظل كل المحرمات الإنسانية والوطنية وتنتهك فيها حقوق العراقيين وتداهم بالرصاص الحي والقذائف ساحات تجمعاتهم الوطنية ومنابر مطالباتهم بحقوقهم. إن ما جرى من اقتحام لميليشيات مقتدى الصدر قبل أيام لساحة الحبوب في مدينة الناصرية هو مثال صارخ وفاضح على مدى ما يمكن أن تسهم فيه السلطات الحكومية من مشاركة للجنات والإرهابيين في إزهاق أرواح الناس وسفكها في وضح النهار من خلال فسح المجال للتجاوز عليهم من القوى الميليشياوية التابعة للأحزاب المهيمنة على الحكم أو عدم القدرة على لجمها والتصدي لها، وكلا الأمرين سيان عند العراقيين، فالمسؤول عنها جميعا هو النظام السياسي الذي تتولى فيه حكومة المالك زمام الأمور. وهكذا يتواصل التعدي الخطير على الحريات العامة وقمع الأصوات المنادية بالتغيير بالقوة والنار من قوى مشاركة في الدمار السياسي المسمى عملية سياسية. وفي سياق ما يسمى بالاستحقاقات الديمقراطية والتهيئة للانتخابات القادمة التي بدأت نيران حروبها الدموية تندلع منذ الآن بين الخصوم المتنافسين والأعداء المتربصين بالوطن والمواطن في سبيل تحقيق مصالحهم الضيقة بعيداً عما يدعى من شعارات جوفاء لخدمة المواطن وتحقيق آماله ومطالبه وحاجاته الضرورية. وتختتم الصحيفة بالقول إن دماء شهداء ثورة تشرين لا سيما من سقط منهم في ساحة الحبوب مؤخراً ما زالت هي الدافع الرئيس والعامل المؤثر في استمرار الثورة وزيادة عطائها في سبيل الكفاح من أجل تحرير الوطن من عصابات القتل وميليشيا الأحزاب وعصابات التهريب والإفساد والنهب العام المنظم لثروات العراق ومقدراته. أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوة لإعادة ترميم البيت الشيعي بعد أيام من أحداث مدينة الناصرية الأخيرة ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط العراقية. صحيفة إنديبندنت عربية ترى أن تلك الدعوة لا تخرج عن سياق الحديث عن مخاوف الصدر حيال ما يتعلق بحراك الانتفاضة العراقية والتي بدأ منذ شباط الماضي باتخاذ خيارات مناوئة لها إثر محاولات فرض مرشح لرئاسة الوزراء على ساحات الاحتجاج. دعوة الصدر قوبلت برفع المحتجين في الناصرية وبغداد ومحافظات أخرى لافتات حملت شعار البيت العراقي خلال إحيائهم تظاهرات جمعة الناصرية والتي أعد لها ناشطون قبل أيام على إثر مقتل 7 أشخاص وإصابة 90 آخرين خلال اقتحام أتباع التيار الصدري ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية الأسبوع الماضي.
إن دعوة إعادة إحياء البيت الشيعي تؤكد مخاوف الصدر من حراك الثورة بعد أن كان يروج لبقية الفرقاء الشيعة بأنه قادر على السيطرة على ثورة تشرين. ويبدو أن توقيت دعوة الصدر لترميم البيت الشيعي مرتبط بسياق استكمال دعايته الانتخابية المبكرة، والتي بدأها بالحديث عن الأغلبية الصدرية في الاستحقاق المقبل وحصد منصب رئيس الوزراء، فضلا عن حشد أنصاره للتظاهر يوم الجمعة الماضي لتعزيز هذا الخيار. ولعل ما جرى في الناصرية جعل الصدر يدرك أن حجم تياره وقدرته على الحشد لا يكفيان لتمكينه من الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء بقدر بناء التفاهمات والتوافقات مع القوى الشيعية الرئيسة الأخرى، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق دعوة البيت الشيعي. ويرى مراقبون أن النفوذ الإيراني في العراق خلال المرحلة الحالية يمر بظروف سيئة، الأمر الذي قد يدفعها إلى البحث عن بدائل لدعمه من خلال استغلال دعوة الصدر الأخيرة لترميم البيت الشيعي. الصحيفة ترى أن مناواة الصدر للانتفاضة في الفترة الأخيرة ومواقفه السابقة من الميليشيات الموالية لإيران وضعته في عزلة يحاول تجاوزها من خلال الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي. لكن ما يعقد إمكانية تطبيق هذه الرؤية هو أن الصدر لن يقبل سوى بمشهد الزعامة التي تمثل الهاجس الدائم الذي يراوده في جميع تنقلاته بين السياسة والاحتجاج والسلطة. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هدف وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق دعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبناء عراق جديد، وإن واشنطن ستحدد لاحقا إجراءاتها ضد الفصائل الموالية لإيران. فارس الخطاب يقول في صحيفة العربية الجديد إن تصريحات بومبيو أشارت بمدلولات مباشرة إلى قطعية ولاء رئيس الحكومة الحالي للولايات المتحدة التي أبقت قواتها العسكرية في العراق لحمايته ودعمه. تصريحات بومبيو جعلت كل احتمالات التغيير في العراق قائمة، فهو من خلال ما ذكره نصا لا ضمنا بيّن أن مصطفى الكاظمي هو رهان واشنطن لبناء عراق جديد، وأنها تبقي قواتها في العراق للدفاع عنه وعن حكومته، كما أنها ستحدد لاحقا إجراءاتها ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران. كما أن إيران المستهدفة من هذه التصريحات بالمجمل لن ترضى أن يكون هناك حليف للولايات المتحدة يسير بالعراق إلى حيث تريد هذه الدولة ويقلم أظفارها بالتدريج وصولا إلى مرحلة الانتخابات المبكرة. عدم رضا إيران لا يأتي من خلال تصريحات أو عمليات مباشرة، وهي في هذه المرة تعبر عنه بنزول أنصار مقتدى الصدر إلى شوارع العراق. وكان لزاما على التيار وبحسب هذه الخطة أن يسحق مراكز التجمع للتظاهرات المطالبة بالتغيير وتحسين مستوى الخدمات واجتثاث الفساد. تغير الخطاب السياسي للصدريين وتحول تبني مقتدى الصدر لمطالب انتفاضة تشرين ومساندته لها إلى حالة إعلان الحرب عليها، ثم الهجوم على ساحة الحبوب في الناصرية. ذلك كله يدل على بداية التحرك السياسي ضد الكاظمي، لا لإسقاطه بل لإظهار عجزه الكامل عن إدارة الدولة، وبالتالي تحميله كل الإخفاقات الحالية واللاحقة، ثم عدم خوضه الانتخابات المبكرة في كل الأحوال. وبحسب الكاتب فإن بومبيو جيش كل أتباع إيران في العراق وسواهم ضد مصطفى الكاظمي ودفع تيارات شديدة الولاء إلى إيران إلى أن تبدأ بقوة وشغف حراكها من أجل تحجيم تحركات الكاظمي. ولعل مقتدى الصدر لم يكن بعيدا عن هذا الهدف حين دعا إلى الإسراع بترميم البيت الشيعي. قالت صحيفة الراية القطرية إن قطر تعاطت مع المبادرة الكويتية والجهود الأمريكية لحل الأزمة الخليجية بإيجابية وأبدت انفتاحها على الحل الذي لا ينتقص من سيادتها ويضمن استقلالية قرارها السياسي. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن أولوية الدوحة كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة، فأي حل سياسي يفضي لإنهاء الأزمة الخليجية موضع ترحيب واحترام قطر على صيغة لا غالب ولا مغلوب. قطر أكدت في كل محفل أنها مع الحل السياسي للأزمة، انطلاقا من دعمها الكامل لأي مبادرة تحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص الوساطة الكويتية والجهود المخلصة لإنهاء الأزمة، جددت قطر تأكيدها أن أي نوع من القرارات التي ستتخذ يجب أن تكون حلاً شاملاً، فقطر تريد مجلس التعاون الخليجي متحداً، والأهم من ذلك في أجواء صحية خالية من المشاحنات والتشنجات والتأسيس لحوار مفتوح بين جميع الأطراف. فوحدة الخليج ستكون في مصلحة كل الشعوب الخليجية وكذلك في مصلحة شعوب المنطقة والمجتمع الدولي. فالأزمة الخليجية تجاوزت أكثر من 3.5 أعوام ولا يوجد أي مصوغات لاستمرارها، ونحن الآن في بداية مرحلة ستفضي إلى حل شامل على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول أو المساومة على السيادة. التصريحات القطرية منذ بداية الأزمة لم تتغير وكانت واضحة منذ البداية، لأن المشاكل تحل دائما داخل البيت الخليجي عبر الحوار المباشر دون شروط مسبقة، لذا فإنها تعاطت بإيجابية وجدية مع أي مبادرة من شأنها رأب الصدع الخليجي دون المساس بالثوابت، وهي عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة واستقلالية القرار السياسي. فالبيان الكويتي بارقة أمل بوجود ضوء في آخر النفق المظلم. الصحيفة ترى أن حل الأزمة الخليجية سيكون انتصارا للجميع داخل البيت الخليجي، وقبل ذلك انتصارا للشعوب الخليجية التي وقعت ضحية هذه الأزمة. فقطر تؤكد للجميع أنها منخرطة في المحادثات التي من شأنها حل الأزمة وإنهاء الخلاف الخليجي بشكل بناء وإيجابي يحفظ سيادة واستقلال وأمن كل دولة، وأن يضع أمن ورفاه الشعوب الخليجية نصب عينيه. عند الحديث عن الوضع اللبناني والمأساة السياسية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، يتبادر إلى الذهن السؤال: من المسؤول وكيف المخرج والحل بعد أن سدت حتى الآن الطريق أمام كل المبادرات التي قدمت لإخراجه من دوامة الفشل والانهيار على كل المستويات؟ صحيفة الخليج الإماراتية تقول إن النظام اللبناني الذي قام أساسا على المحاصصة الطائفية لم يكن حاميا لمصالح اللبنانيين أو مظلة جامعة لكل طوائفه ومذاهبه، ينصهر الكل في ظلها على قاعدة أن الوطن للجميع. هذا النظام وعلى مدى السنوات الماضية منذ الاستقلال وحتى الآن تحول بفعل هيمنة أرباب الأحزاب السياسية والطائفية إلى مزرعة لتقاسم النفوذ والمصالح فيما بينها، ما جعل من أي محاولة للإصلاح تصطدم بحائط سميك من الصد والممانعة، لأن أي تغيير ممكن سوف يحد من هيمنة هذه القوة ويقلص دورها ويضع حداً للفساد وإهدار المال العام الذي استشرى في المؤسسات والدوائر الرسمية وأدى إلى ما أدى إليه من حالة إفلاس وضعت البلاد على شفير الانهيار وجعلت السواد الأعظم من المواطنين على حافة الفقر والجوع. لذا لم يكن مستغرباً أن تفشل انتفاضة 17 من تشرين الأول أكتوبر 2019 وأن يتم إجهاضها بعدما كانت تمثل أملاً منشوداً بالتغيير، حيث نزل مئات آلاف اللبنانيين إلى الشوارع والساحات في مختلف المناطق ومن كل الطوائف رفضاً للنظام القائم وللمطالبة بتغييره، وصولاً إلى إعادة تكوين السلطة على أسس غير طائفية بعدما تمكنت منظومة الفساد السياسية والطائفية من تصحير البلاد وتكبيله بالديون وإفقاره. لقد استطاعت هذه المنظومة المصفحة بالفساد بما لديها من قوة ونفوذ وقدرة على التجيش الطائفي والمذهبي إفشال الانتفاضة الشعبية، وأكدت أن التغيير ممنوع لأنه سوف يتعارض مع مصالحها وسيجبرها بالتالي على دفع الثمن. الصحيفة تضيف أنه إذا كانت انتفاضة تشرين قد هزت النظام وكشفت عوراته ومساوئه ولم تتمكن من إسقاطه أو اجتثاثه، فعلى اللبنانيين ألا يستسلموا لقوة هذه الطغمة، بل أن يواصلوا الضغط السلمي بكل قوة شرط ألا يقعوا فريسة بعض الأحزاب التي حاولت ركوب الانتفاضة لتحقيق مكاسب سياسية وعدم الانجرار وراء التحريض الطائفي والمذهبي. يبدو الشرق الأوسط من أمته وليس إيران فقط على حافة البركان، فالقاصي والداني يعلم أن طهران بصورة أو بأخرى قد هيأت نفسها لكل السيناريوهات. أميل أمين يتساءل في صحيفة الشرق الأوسط:
هل ستقدم إيران على رد مزلزل ستقدم إيران على رد مزلزل كما تتوعد انتقاما لاغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، أم أنها ستعلق جراحاتها الثخينة مرة ثانية كما فعلت بعد مقتل قاسم سليماني بهدف فتح دروب خلفية مع إدارة بايدن القادمة؟ بعيدا عن زخم الأخبار وسخونتها التي تلتهب ساعة وراء أخرى، ربما يكون الملالي قد تلقوا صفعة مدوية قبل بضعة أيام من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب لصحيفة نيويورك تايمز، حيث قطع الرجل بأن فكرة إيران نووية غير مقبولة بالمرة بسبب تهديدها للأمن القومي الأمريكي والعالمي على حد سواء. تصريحات بايدن جاءت في وقت حساس ومثير، حيث الداخل الإيراني يغلي من أعلى السلم القيادي، أي من عند خامنئي، وصولاً إلى الجماهير المنقادة للشعارات الديماغوجية. لا تبدو إيران بأي حال في وضع تحسد عليه، إذ إن أحلى بدائلها مر وأفضل طرقها ملتو وأعرج، ومن هنا تتبدى فكرة تكاليف الفرصة البديلة أو المضاعة كما يقول علماء الاقتصاد، وهنا تطفو على السطح من جديد عدة خيارات تختلف في الشكل وتتفق في المضمون، فيما الأمر المقطوع به هو أن نتائجها الكارثية على إيران والإيرانيين تبقى واحدة: الخيار الأول هو أن تصمت إيران عن الرد، الخيار الثاني هو أن توجه طهران صواريخها البالستية بشكل مباشر تجاه إسرائيل، الخيار الثالث هو استخدام وكلاء الحرب في استهداف أمريكيين أو إسرائيليين في المنطقة، والثأر لفخري زادة بطريق غير مباشر. الكاتب يقول إن السؤال الجوهري والمصري: ما تكاليف الرد وما أثمان الصمت المدوي في الداخل الإيراني؟ الجواب من جديد صعب وعسير، لا سيما أن الكرامة الوطنية للملالي مجروحة بصورة غائرة والجرح عميق ومفتوح من قبل، ولهذا فإن التخاذل عن الانتقام سوف يظهر القيادة في أعين المواطنين الإيرانيين في صورة الخائفة والمرتعشة يداها، ما يعني أن المنظومة الثورية كلها هلامية وأحلام مخملية بعيدة عن الواقع. تغلبت امرأة كرواتية مسنة تبلغ من العمر 99 عاماً على فيروس كورونا بعد التقاطها العدوى، ورفعت إبهامها للمصورين حيث تقيم احتفالاً بتماثلها للشفاء والانتصار على الفيروس، وخضعت مارغريتا جرانجسيك التي تعيش في دار المسنين بمدينة مارلوفاك في وسط كرواتيا للعلاج في أحد المستشفيات نهاية تشرين الأول الماضي بعد إصابتها بفيروس كورونا، لكنها خرجت بعد 3 أسابيع. وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير. وقالت ستيفيكا ميلانك مديرة المنزل إنها كانت ما بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض، وأضافت بالقول: مع ضعفها وكبر سنها من المدهش حقا كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر، ووصفت الأمر بأنه نبأ سار وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.